متابع؟ أنهينا الكتابة يا كريم؟ أي نص؟ يا إنه يكافح من أجل وطنه. نفكر في هذه الجملة. إنه حسين. بإيدك تليفون يا حسين؟ طب ليه عم تطلع؟ ما عم تطلع بالشاشة؟ يلا طلع على الشاشة عيني. يلا. إنه يكافح من أجل وطنه. كتبنا هذه الجملة؟ نعم. أنا عندي إنه يكافح. شو عندي أنا هون؟ إعراب إنه، إعراب مفردات، يكافح إعراب جملة. نعم يا ماجد، كيف نعرب إنه؟ ماجد مش مكان عم يفتح الماي. أعرب إنه. نحر بالشباب فعلا. أعرب إنه حرف مشبه بالفعل. حرف مشبه بالفعل. إن حرف مشبه بالفعل. أكمل. يدخل على الجملة الاسمية. يعني يدخل على المبتدأ والخبر، فينصب المبتدأ ويجعله اسما له ويبقي الخبر مرفوعا ويجعله خبرا له. خبرا له. هاء الغائب التي اتصلت بإن، مبني واقع في محل ضمير متصل مبني على الضم. بدي أقول هاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، رفع مبتدأ. رفع اسم. ليه اسم إن بيكون مرفوع أو منصوب؟ منصوب اصلا. يعني وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم ان إن. طيب أين خبر إن؟ جملة فعلية. نعم جملة فعلية. الجملة الفعلية يكافح. نعم مبني موقع في محل رفع، رفع خبر المبتدأ. رفع، واقع في محل رفع خبر أنه. خبر إن. بطل في عندي مبتدأ، بطل في عندي خبر المبتدأ، عندي خبر إن. فإذا نكتب إنه، إن حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والخبر فينصب المبتدأ ويجعله اسما له ويبقي الخبر مرفوعا ويجعله خبرا له. وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. أي ضمير اتصل باسم إن، اتصل بحرف مشبه بالفعل عفوا، يكون دائما في محل نصب اسم طبعا هذا الحرف المشبه بالفعل. نفكر في إعراب، إعراب مفردات مقاطعة، نقاطعهم مقاطعة تامة.
نقاطعهم مقاطعة تامة. نعم ما هو إعراب مقاطعة؟ نعم يا محمد. محمد نقاطعهم مقاطعة تامة. نعم إعراب مقاطعة. لما بيكون في عندك بعد الفعل مصدر يتضمن نفس أحرف الفعل ماذا نسميه؟ أي نوع من المفاعيل؟ يا محمد نقاطعهم مقاطعة. لا ما عم بسمعك يا محمد. طب اكتب على الشات إعراب مقاطعة ماذا؟ نقاطعهم مقاطعة مصدر بيضمن نفس أحرف الفعل الذي أتى قبله. نعم يا حسين ما هو إعراب مقاطعة؟ مفعول مطلق للفعل المفعول مقاطع. المطلق منصوب وعلامة نصبه الفترة الظاهرة الأخيرة والثانية للتنوين. الثانية للتنوين. نكتب إذن مقاطعة بذكرنا بإعراب المفعول المطلق. الرجل الغني الذي يساعد الفقير يستحق الاحترام. الرجل الغني الذي يساعد الفقير يستحق الاحترام. نعم ركزوا عندي على الشاشة. أولا من هو هذه الجملة؟ جملة اسمية. جملة اسمية لأنها تبدأ باسمها. هذا سؤال منطقي بطرحه على نفسي حتى لو ما عندي الكلمة الأولى هي إعراب. جملة اسمية تبدأ باسم يعني تبدأ بمبتدأ. أين المبتدأ هنا؟ الرجل الرجل. طب أين الخبر؟ يستحق الاحترام. يستحق احترام. الاحترام. طيب انا في عندي بين الرجل واللي هي مبتدأ وجملة والخبر يستحق الاحترام في عندي الغني الذي يساعد الفقير يستحق الاحترام. طيب ما هو اعراب الغني؟ نعت للكلمة نعت للمنعوت المبتدأ. الرجل لانه معرفه. ما حدا يجي الا الغني هي الخبر لانه الغبي الغني هنا معرفة بأن والخبر لا يكون معرفة. فتلقائيا لما بشوف أنا بعد المبتدأ اسم معرف بأن فيبين لنا صفة هذا صفة المبتدأ يكون النعت. بعد النعت في عندي الذي يساعد الفقيرة. طيب أنا جملة يساعد الفقير سبقت باسم موصول. نعم يا كريم. جملة يساعد الفقير يا كريم سبقت باسم موصول، ما نوع هذه الجملة أولا؟ كريم؟ جملة فعلية. جملة فعلية. جملة فعلية بعد الاسم الموصول. ماذا نسميها؟ الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول هل لها محل من الإعراب؟ لا. لا محل لها من الإعراب.
ماذا نسميها؟ هي جملة فعلية، ولكن ماذا نسميها؟ جملة صلة وصل الموصول. يساعد الفقير، جملة فعلية. الجملة فعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. دائما جملة صلة الموصول، أي جملة تأتي بعد اسم موصول، شو ما كان اسم الموصول، هي جملة صلة الموصول، أو البعض بيسموها جملة موصولية، جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. صلى عم تسمعين؟ إيه محمد، هلأ اسمعك. الآن إعراب يستحق الاحترام. طب أنا عندي الرجل مبتدأ، أين الخبر؟ أين الخبر يا يستحق الاحترام. يستحق الاحترام جملة فعلية وقع في محل رفع خبر المبتدأ الرجل. أحسنت. الجملة الفعلية يستحق الاحترام واقعة في محل رفع خبر المبتدأ الرجل. جملة أيضا، أصبحت تخاف عفوا على نفسك من المرض. نفكر في إعراب أصبحت تخاف. أخاطب شخصا ما، أقول له أصبحت تخاف على نفسك. فكرنا في الإعراب. نعم يا ماجد. عمي بس إعرب أصبحت، اللي هو أصلا أصبح. أصبحت فعل مضارع، فعل ماضي. فعل الماضي شو؟ بس خلينا نعرف. الفعل الماضي مبني على السكون اتصالي بالتاء الضمير والتاء الضمير تاء الضمير ضمير متصل والتاء ضمير شو؟ تاء ضمير ضمير متصل مبني واقع في محل رفع فعل. أمجد؟ ليش هو أصبح فاعل تام؟ الفعل الماضي ناقص. يعني أنا في الأفعال الناقصة ما بعرف إلا كان؟ طيب الأفعال الناقصة ما هي؟ ما هي الأفعال الناقصة؟ كان، أصبح، أمسى، ظل، بات، ليس، صار، أضحى، ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، ما دام. طيب فأنا في عندي أصبح فعل ماضي ناقص، يعني التاء مستحيل تكون فاعل، لأن الفعل الناقص يدخل على المبتدأ والخبر، فيبقى المبتدأ مرفوعاً ويجعله اسما له وينصب الخبر ويجعله خبرا له. فإذا يا ماجد أصبح من ضمن الأفعال الناقصة. بدنا ننتبه لما بيكون في عندي فعل ناقص، مش بس كان، فأنا لما بيكون في عندي أصبح، أصبحت، طب ما أصبح أيضا فعل ناقص، كيف أنا بدي أقول أصبح فعل تام؟ أعد الإعراب يا ماجد.
أوكي مثلا أصبح فعل ماضي ناقص خلى على الجملة الاسمية يبقى الأول مرفوعا، يبقى الاسم المبتدأ مرفوعا وينصب الخبر ويجعله خبرا له. أول، أي أول؟ يدخل على المبتدأ والخبر، فيبقي إذا يبقى المبتدأ المبتدأ مرفوعا مرفوعا ويجعله اسما له وينصب الخبر ويجعله خبرا له. طيب. طيب والتاء، أصبحت ضمير أنت متصل، تاء المخاطب، ضمير متصل أكمل مبني موقع في محل اسم بدون كلمة واقع، بدون ما تستخدم لي كلمة واقع. مثل ما أهل تاء المخاطب ضمير متصل مثل مبني على الفتح في محل ماذا؟ غلط لي إذا أنه واقع. مش قصة غلط، قصة ما في داعي إنك تذكرها، ما أنت عم بتقول في محل. مش ما هيك احنا متعودين من انا متعود هيك من اول ما بلشت اعرف لهلا. أوكي متعود؟ طب شو يعني هلأ؟ يعني انا متعود ولا ضمن مواقع في محل أكمل. في محل ماذا طيب؟ محل اسم اصبح في محل رفع أو نصب؟ رفع اسم اسم اصبح اسم أصبح. طيب محمد أكمل. إعراب تخاف، تخافه الجملة الفعلية. الجملة الفعلية تخاف وقع في محل نصب خبر أصبح. وقع في محل نصب خبر أصبح، أحسنت. نكتب الآن. نكتب القاعدة الهامة، كان وأخواتها الآن أيضا. نحفظ الأفعال الناقصة مثل اسمنا. المشكلة إنه نعرف كان، طيب بيجي الفعل الناقص أصبح أو أمسى أو ظل أو بات، نعتبره فعل تام عادي. طب ما هيدي كلها أفعال ناقصة، كلها. يلا نفتح الكاميرا، بدي أشوفكم عم تكتبوا. لارا، لارا عم تسمعيني؟ أمس رح نزل الحصص، اوكي الحصتين تحضريهم. واضحة الشاشة عندي؟ أمس اوكي. طب هيدا الإعراب.
أنهينا الكتابة. هذه الأفعال الناقصة للحفظ. سمعين؟ ما بقى تنسوها. كم مرة صرنا كاتبينها يا حسين؟ ما بتنعد مركزين، ما بين كم مرة يا حسين؟ كتير. مش كل درس بنكتبه؟ ايه يمكن طيب كل سؤال انا بطرحه وبكتشف انه انتم ما عارفين تجاوبوا، حترجعوا تكتبوا القاعدة ولو بدنا نكتبها مليون مرة. انا مش معرف اكتبها، ما اعرف ضيعت. ضيعت؟ ما هو المشكلة انك مش لازم تضيع يا ماجد، لانه غلطة الشاطر بألف. لما بتقول أصبح فعل ماض عادي تام وبتعتبر لي التاء هون في محل رفع فاعل. إذا بكره بالامتحان بامتحان الشهادة جاوبت هيك مشكلة، كرمالك أنا عم بحكي يا ماجد. يلا أنهينا الكتابة. اوكي بتصور خلصنا الاعراب. يلا انهينا الكتابة. أصبح. يلا محمد، انا قلت لها للارا تنزل لعندك لانه النت عندها مشكلة. أنهينا محمد؟ أنا صعب أكتب القاعدة. طيب صورها. أنهيت يا كريم؟ أنهيت يا كريم؟ كريم؟ افتحوا الكاميرا، افتحوا الكاميرا يا كريم. كمان ماجد. بس ما انا الانترنت عم بيقطع شوية. نعم؟ الانترنت بيقطع شوية ما افتح. طيب. بنكون انهينا تمارين اعراب الجمل. طبعا الأسبوع القادم حنعمل مثل مراجعة، حيكون في عنا حنبدأ بإعراب الأبيات الشعرية. طبعا إعراب الأبيات الشعرية مثل مراجعة لكل دروس السابقة، دروس القواعد التي أخذناها. نتابع الآن قصيدة المساء. يلا سوف نتابع أسئلة هذه القصيدة. قراءة صامتة للقصيدة أولاً. القصيدة أي صفحة؟ مية.
نفتح الكتاب على قصيدة المساء. قرأنا القصيدة، لا في أساليب الكلام. السؤال الأول، استخرج من القصيدة تشبيها وحدد أركانه. طبعا التشبيه هو صورة بيانية. ما هي أركان التشبيه عادة بشكل عام؟ أركان التشبيه يا كريم أربعة، ما هي؟ نعم يا كريم. كريم، المشبه كريم وين عم أو تتطلع؟ فهم لكم إذا في بعض إيدك، في إيدك تليفون شيله على جنب. نعم أوكي، شيلك على المشبه الشاشة. أي المشبه أركان بهم التشبيه بشكل عام؟ اللي هي أربعة. المشبه أربعة المشبه المشبه به مشبه، المشبه به حرف التشبيه والمشبه منه مشبه أداة التشبيه، مشبه به، وش الشبه. بس طرفات الشبه تشبيه ما هما؟ المشبه المشبه والمشبه به. أحيانا أحذف أداة التشبيه، وأحيانا أحذف أداة التشبيه مع وجه الشبه وش الشبه وأبقي على طرفي التشبيه. ماذا نسمي المشبه هذا النوع من التشبيه الذي أبقي فيه على طرفي التشبيه؟ يعني عندي بس المشبه والمشبه به، يعني مثلا أنت قمر، عندي بس مشبه ومشبه به، ما في عندي لا أداة تشبيه ولا وجه شبه. ماذا نسمي هذا النوع من التشبيه؟ نعم يا كريم. تشبيه بليغ. فإذا نحن نرجع لقاعدة التشبيه. طبعا قاعدة التشبيه داخلة بالامتحان، ما المفروض إني أنسى؟ إذا أنا شرحت قاعدة جديدة، ما المفروض إني أنسى قاعدة قديمة، بدها تبقى دائما بعقلي. فإذا استخرج من القصيدة تشبيها وحدد أركانه وأوضح وظيفته في أداء المعنى. طبعا نحن نعرف بشكل عام الهدف من الصور البيانية. ما هو الهدف من التشبيه أو الاستعارة أو الكناية؟ لماذا نستخدمها؟ نعم، لماذا نستخدمها؟ لماذا نستخدم الصور البيانية؟ ما هي وظيفة الصور البيانية؟ توضيح أولا تحريك توضيح المعنى، توضيح لأنه المعنى أنا في عندي الصور البيانية، كلمة بيان مشتقة من الفعل بانا، بان المعنى يعني اتضح المعنى. فالهدف من استخدام الصور البيانية هو توضيح المعنى. ثانيا، تحريك خيال الكاتب ومنع عن الضجر في عند قراءة توضيح الكتاب المعنى، تحريك الخيال وتجميل النص وجذب القارئ. فإذا عادة الصور البيانية في أي نوع أدبي تستخدم بكثرة؟ نعم، في أي نوع أدبي تستخدم الصور البيانية بكثرة؟ يعني نجد استخدام للصور البيانية بكثرة، فيكون في عندي تشبيه، استعارة، وكناية. بالوصف في الوصف، في فن الوصف دائما، طبعا هو بكل الانواع الادبيه تستخدم الصور البيانيه، ولكن تستخدم كثيرا في فن الوصف. طبعا قصيده المساء تنتمي الى فن الوصف. نستخرج الان تشبيها.
نعم. أين التشبيه؟ موج كموج مكاره. موج ينتابها موج كموج مكاره، يعني مثل موج مكاره. وأيضا يقول ليس لي قلبا كهذه صخرة الصماء، يعني مثل هذه الصخرة الصماء.